نذكركم أول شيء أنكم جيتوا معنا على شدة تعلم للسنة السادسة على التوالي، المبادرة بمشاركة مركز الفاك وبلدية باكا الغربية قسم الشبيبي وباستضافة كلية القاسمي. هاي 6 سنين بنعمل هذا المشروع، بس هذا الموضوع بأكد إنه هاي المبادرة جدا 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 محتاجين احنا بهذا المجتمع. احنا طبعا اليوم متواجدين هنا في المؤتمر الشدة تعلم السادس اللي بينظم من قبل مركز رفاق بالتعاون مع بلدية باكا الغربية. احنا للسنة السادسة على التوالي بنحث طلابنا عن جد يروحوا يتوجهوا للأماكن المضبوطة، يسمعوا بالضبط كل طالب وطالب شو الموضوع اللي بحبه. تشجيع الأهالي للطلاب لتعليمهم ويعطيهم الدعم ويعطيهم الثقة في النفس ويختاروا المواضيع اللي هم حابينها بأي أسلوب وبأي طريقة. اللي احنا بنساعد الطلاب اللي بعدهم في المدارس اللي مش قادرين بعدهم يقرروا أي توجه رح يروحوا عليه، أي مجالات، وإحنا بنحاول نوجههم، بنحاول نعرض كمية مواضيع قد ما بنقدر، وإن شاء الله إنه بنكون مساعدة كافية لكل الطلاب. إنه قبل يعني الواحد بكى ضايع ومش عارف شو بده يساوي وطالع من صف 12 فيه مش عارف شو التخمتر اللي بده إياه، فلما الواحد بيعرف شو الموضوع اللي بده إياه بيعرف الهدف، بحط النقطة قدامه وبده يوصل لها. أنا بتعلم موضوع نيروبيولوجيا الكشور لمدعي موح، بنصح الطلاب إنه يجوا على اليوم المفتوح اللي يقدروا يتوجهوا به للمواضيع هذه. توجهت لأكثر من محطة إني أسأل عن مواضيعهم، وخصوصاً رحت على الأدريخالوت اللي هو كان ميولي إني أروحه، فأخذت خلفية كثير كبيرة عن هذا الموضوع، وحسيت إنه هو هذا ميولي اللي أنا رح شايفة حالي فيه بالمستقبل إني رح أنجح. جيت أعرف عن الموضوع وشو طبيعة شغله وشو شروط القبول في جامعتي وفي جامعات ثانية، وجيت أعطي عن تخصصات ثانية في الهندسة الزراعية نفسها وشو شروط القبول وشو طبيعة الشغل فيه. بتعلم مدعية نهجوت إنه هو المشابه ينوس، بتعلم بكليتنا تانية، جيت هنا اليوم عشان أفيد أولاد مجتمعنا، يعني بتمنى إنه أنا أساعدهم بالمعلومات اللي أعطيتهم إياها وبالنجاح للكل.